طرح كنيست الاحتلال على طاولة نقاشه مشروع قانون القدس الموحدة الذي يكشط الأحياء الفلسطينية عن جلد إيالة بلدية القدس المحتلة، ويمنع التنازل عن أي جزء من كلي شطريها المحتلين في حال أي تسوية مستقبلية. وقطعاً لخط الالتفات الرجعي، يشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي موافقة 80 عضواً من برلمان الاحتلال على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي من المدينة المحتلة. صعق باسم القانون قدمت له ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع قبل بضعة أشهر بالمصادقة على تمرير فكرته، وهي بعد مشروع قانون تتعاور بنوده سهام جعبة تعديلات تجاذبت قوسها أطياف ائتلاف حكومي جميع في المبدأ الكيدي شتى في التفاصيل. أما كبر المبادرة فقد تولى توقيعه التسويقي الوزيران نفتالي بينيت وزييف إلكين تحت واجهة تحضير لاتخاذ خطوات مستقبلية من أجل عزل الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه الإسرائيليون بل الفلسطينيون الممنوحون مراكز إقامة فقط، في توصيف ينسحب على سكان تجمعات عربية مثل كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين اللذين ضرب بينهما وبين خدمات بلدية الاحتلال بسور الجدار الفاصل. ويتضمن القانون مناط التصويت عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي بموجب منطوق ينص على أنه يتعين على الحكومة استقطاب أغلبية 80 من أعضاء الكنيسة قبل تمرير أي تصديق على اتفاق سياسي يشمل نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر. خطوة الكنيسة نسأ في تأريخها إعلان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تأخير التصويت على قانون القدس الموحدة الذي كان قد قرر تمريره مباشرة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال.